سيدي العزيز، كنت أقول لك صباح الخير أولا. صباح الخير. علينا بداية أن ندرك أن الإدارة الأمريكية ما زالت تعمل بعقلية إدارة الصراع، وإن حاولت تغيير بعض التكتيكات التي تهدف إلى احتواء الأزمة من جهة وترويض حكومة التطرف الإسرائيلية من جهة أخرى. على هذا المبدأ تحاول تبريد الساحة في قطاع غزة على وجه التحديد، محاولة إنقاذ إسرائيل من نفسها، لأن أهداف الحرب كما أعلنت على الجبهة الإسرائيلية لم تتحقق. الكثير من الخسائر تكبدتها سواء الإدارة الأمريكية على المستوى الأخلاقي والقانوني أو الحكومة الإسرائيلية والدولة الإسرائيلية على مستوى الرواية التي يعني انهارت وتهشمت مرة يعني واحدة وكبرى. ويقول بعض الجنرالات في إسرائيل والساسة يعني المتقاعدين بأن نتنياهو قد يتسبب في انهيار الدولة الإسرائيلية ويدفع إلى يعني حرب أهلية داخلية. كيف ستقوم الإدارة الأمريكية بمحاولة إقناع قوى المقاومة بالوصول إلى صفقة؟ قوى المقاومة لم ترفض الصفقة، بل على العكس هي رحبت بما جاء في القرار 27-35 قرار مجلس الأمن المبني على مقترح بايدن، والذي هو بالأساس مقترح إسرائيلي، ولكن نتنياهو كان يناور بهذا المقترح ولا يريد الوصول له لسبب أساسي وبسيط، وهو أن هذا القرار يفضي إلى الاستحقاق السياسي الذي يقول بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في العام 1967 وعلى وحدانية السلطة الوطنية الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. سيكون هناك أكيد لا شك ضغوطات على حركات المقاومة، ولكن المبادئ الأساسية التي تتمسك بها حركات المقاومة ترتبط مباشرة بأمرين أساسيين: الانسحاب الكامل وإنهاء الحرب. ويعني هاتان المسألتان هما ما يرفضهما تماما نتنياهو وتحالفه. لربما تصبح هناك صفقة أو تجري حكومة نتنياهو صفقة لها علاقة بتبادل مسرح العمليات ما بين قطاع غزة وتحولها إلى الضفة الغربية، بعكس كل التوقعات والتحليلات التي تتحدث وتشيع ما يمكن أن يحدث على الجبهة الشمالية. طيب، ولكن السؤال الكبير قبل أن نذهب إلى الجبهة الشمالية سيد زكارنا، ماذا لو أصرت حركة حماس على موقفها بأنها لا يمكن أن توافق على صيغة الصفقة التي طرحها الرئيس الأمريكي بشكلها الحالي دون الشرطين اللذين تفضلت بالإشارة إليهما؟ من الطبيعي التفاوض هو أن تجلس على الطاولة وتناقش كل الأفكار المطروحة، أما أن تصمم على يعني صفقة أو إعلان استسلام. نتنياهو يتحدث بالمعنى الأيديولوجي الذي يحمله ويقول بأنني سأذهب إلى صفقة بشروط الدولة الإسرائيلية، وهذه الشروط لا يعقل ولا يصح ولا يستقيم أن يتقبلها أي فلسطيني عاقل على وجه البسيطة. قد يتم هناك محاولة لتفتيت هذه الأمور من خلال المرحلية، وهو أيضا الجزء الذي يرفض الالتزام به نتنياهو، لأن نتنياهو يريد من هذه الصفقة المرحلة الأولى وفقط، وهي مرحلة تبادل الأسرى، ومن ثم يعني ليذهب كل منا إلى اتجاهه الذي يريد. والاتجاه الذي يريده نتنياهو وهذا التحالف بات واضحا ومعلنا هو التطهير العرقي، ليس فقط في قطاع غزة ولكن في الأساس في الضفة الغربية، وهو ما سرب على لسان سموتريتش وزير المالية. طيب، يوف جالانت وزير جيش الاحتلال أكد أن إسرائيل لا تقف بثبات خلف صفقة التبادل التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن،
رغم أن هذا الطرح من جانب الرئيس الأمريكي كان قد قوبل بهجوم ورفض من قبل بنيامين نتنياهو في السابق. هل هذا يعني صحيح أننا أمام تغير في الموقف الإسرائيلي من الصفقة التي طرحها بايدن؟ لا، ليس هناك تغير بأي حال من الأحوال. حتى نتنياهو في تصريحاته العجيبة الغريبة في القناة 14 ومن ثم في الكنيست، هو ناقض نفسه بنفسه حينما تحدث على القناة 14 بشروط وذهب إلى الكنيست بشروط أخرى وبمقولات أخرى. هو يناور ويحاول أن يقدم لمستمعيه، يعني لكل مستمع يقدم له ما يحب أن يسمع، وفي نهاية المطاف هو يريد أن يبقى على ما هو عليه. جالنت هو يعد بشكل أو بآخر رجل الإدارة الأمريكية في وزارة الحرب الإسرائيلية وفي هذه الحكومة، وهما يتحالفا ليس ضد نتنياهو لأنه شخص نتنياهو، ولكن ضد الممارسات التي تقود نتنياهو ومن خلفه المتطرفين سموتريتش وبنكفير. بهذا المعنى تحاول الإدارة الأمريكية أن تقود أفكار نتنياهو، ولكن نتنياهو على ما أعتقد يعني منتبه بشدة لهذا الأمر، ولكن العقدة التي بات فيها الآن هي لها علاقة بما يحدث في الشارع الإسرائيلي، ولها علاقة بقضية الحراديم، لها علاقة بالخصوم السياسيين، لها علاقة بالساسة والعسكر الجنرالات الذين وجهوا رسالة للداخل الأمريكي بأنكم كيف تسمحون بأن يقف نتنياهو ويتحدث باسم إسرائيل. هذا الرجل لا يمثلنا ولا يمثل الدولة الإسرائيلية وإن كان رئيسا لهذه الدولة. هذا تصريح يعني ليس سهلا، وهناك ما زالت المحاولات جارية في الداخل الإسرائيلي وحتى في الداخل الأمريكي لإفشال الزيارة الإسرائيلية أو زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للكونغرس الأمريكي، وهذا يقول بأن نتنياهو الحلقة باتت تضيق عليه على كفة الصعد. المخرج الوحيد الذي يحاول أن يصدره هو مخرج الضفة وتسخين والضفة الغربية ونقل مسرح العمليات إلى الضفة الغربية كي يبقى في حالة حرب ويبقى هو على سدة الحكم كما يريد. نعم، ولكن بعدما نقلته وكالة رويترز عن المسؤول الأمريكي من تواصل الولايات المتحدة مع مصر وقطر بشأن الصفقة مفاوضات الصفقة المجمدة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، برأيك هل ننتظر انفراجة قريبا؟ على ما أعتقد باتت الانفراجة لربما على صعيد قطاع غزة قد تكون قريبة في إجراء صفقة لا أظن أن نتنياهو يمكن أن يستمر فيها، سينقلب عليها بكل حال من الأحوال. ولكن على الجبهة الفلسطينية أيضا المقاومة وحركات المقاومة هي تريد، لا أحد يريد الحرب، الكل اليوم يريد وقف هذه المقتلة ويريد وقف المجاعة التي تحدث في قطاع غزة، الحالة الإنسانية التي وصلت إلى حدود لا يمكن تقبلها ولا يمكن تحملها، ولا يعني يوجد أحد من الجهة الفلسطينية يريد لهذه حرب الإبادة أن تستمر. ولكن كيف نوقف هذه المقتلة؟ هذا هو السؤال. كيف نصل إلى نقاط التقاء ما بين الطرح الأمريكي الإسرائيلي والطرح الفلسطيني؟ هذا هو السؤال. أنا أعتقد أن هناك محاولة من الإدارة الأمريكية لإدارة فكرة التوحش من قبل الحكومة الإسرائيلية، وهو ما نجحت فيه ولو بشكل نسبي مؤخرا، وبات الهجوم يعني على بعض النقاط في قطاع غزة يحاول أن ينسحب ويغير التكتيك إلى ما يقال عنه المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي تخدم فكرة العمليات الجراحية، وهو مطروح يعني هذه العمليات مطروحة منذ الشهر الثاني من هذا العام. ويعني قد نصل إلى صفقة، ولكن لا أظن أن نتنياهو
سيحترم هذه الصفقة وسيبقى عليها. نتنياهو لديهم إشكالية كبيرة في قضية الحراديم حاليا، يعني لربما تودي بحكومته، لأن هذه القضية قضية حساسة منذ العام 1949 وإلى يومنا هذا. طيب لو ذهبنا إلى موقع ولا الإسرائيلية، الموقع يشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني نقصا في الجنود الإسرائيليين، وقال إن الجيش يسعى لتشكيل دفعة جديدة سيطلق عليها اسم فرقة ديفيد. ما الذي تقرأه في ذلك؟ المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية وبعد إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية بقضية الحراديم هي أشارت إلى ضرورة تجنيد 3000 على أقل تقدير من هؤلاء، وهنا يجري الصراع. هناك عدة سيناريوهات يمكن أن تحدث في هذا الموضوع. السيناريو الأول هو تجنيد هؤلاء بالفعل ويرضخ نتنياهو لذلك، وهذا سيحدث شرخ كبير بين نتنياهو وحلفائه المتطرفين في الحكومة، كما سيؤثر بشكل أو بآخر على مجريات الأمور سواء على صعيد العمليات في الضفة الغربية أو حتى على صعيد العملية العسكرية في قطاع غزة. هذا سيناريو. السيناريو الثاني، سيحاول نتنياهو تفريغ هذا القرار من مضمونه من خلال أن يقول يمكن أن نجند بعض الحراديم في الخدمة المدنية، هم عسكر ولكن يخدمون خدمة مدنية، وبهذا المعنى هم لا يمارسون الفعل العسكري بحقيقة الأمر. ولكن الإشكالية الكبرى بأن المؤسسة العسكرية وبعض جنرالات الحرب داخل وخارج المؤسسة يقولون بأن فكرة تقليص الجيش الإسرائيلي فكرة باتت مضرة، والجيش الإسرائيلي بحاجة فعليا لموارد بشرية، بحاجة لجنود على الساحة، وإن كانت هناك جبهة قد تفتح في الشمال فستكون الأمور أكثر تعقيدا، علما بأن الجبهة جبهة الضفة لا تقل خطورة عن الجبهة الشمال، بل على العكس قد تكون أكثر يعني إلاما للجيش الإسرائيلي وخطورة للجيش الإسرائيلي. شكرا. لأن الضفة الغربية تقع على مسافة 6000 كيلومتر من الداخل المحتل، وهذه ليست يعني بالأمر البسيط أو الهين. اليوم رأينا اقتحام أكثر من 110 اقتحام من منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا لمدينة جنين وحدها، ومع ذلك كلما دخل الجيش الإسرائيلي وجد من يشتبك معه، وجد العبوات، وجد من ينصب له الكمائن، وهذه مفردة من مفردات اشتعال الضفة الغربية إن اشتعلت في القريب العاجل. وكل التوقعات تقول بأن بركان الضفة قد يحدث في أقرب وقت ممكن، ويدفع لذلك سموتريتش وبن كبير بكل الأحوال. نعم. لأن لديهما مخططات استعمارية لها علاقة بالتطهير العرقي عبر الإزاحة أو التهجير في الضفة الغربية.